بسم الله، خلينا نبتدي ان شاء الله النهارده اول محاضره في الانترودكشن تو ديزاين باترن ويز الامبيدد سيستم، ونعرف قد ايه هي مهمه في الكارير بتاعنا، وان طبعا ما فيش بلاي ليست بالعربي بتتكلم في الديزاين باترن مع الامبيدد سيستم، بيتكلموا في الديزاين باترن از سوفت وير از سوفت وير ديفلوبمنت مش از امبيدد ديفلوبمنت. فخلينا نشوف النهارده هي مهمه ازاي في الكارير بتاعنا. فانا مثلا عندي في الماتيريال بتاعتي اللي بديها في الكورس بجيب الشركات طالبه ايه واحنا بندي ايه، عشان نعرف بس ان في كومباتيبلتي ما بين اللي احنا بنديه والشركات طالبه ايه. فمثلا تيم زي جيتز اللي كان موجود في فاليو بيطلب ان الديزاين باترن يكون معاك اذا بلس، تيم تاني برضو في فاليو اسمه سيمنز برضو طالب الديزاين باترن اذا بلس. نيجي مثلا نروح لشركه ثالثه خالص مش طالبه الديزاين باترن. فاقصد من الكلام هنا ايه، الديزاين باترن is very important but is not necessary. يعني انت ممكن ما يكونش معاك وعادي ممكن تاكسبت وتخش الشركه وتشتغل والدنيا حلوه زي الفل، بس هي حاجه بوزيتيف ان هي تبقى معاك. طيب انا عملت سيرش النهارده على ايه الجوبس اللي مطلوبه، فمثلا طلعت لي سيمنز سينيور امبيدد سوفت وير انجينير، في كلمه هنا سوفت وير ديزاين بروسيس، دي مش معناها ديزاين باترن. السوفت وير ديزاين بروسيس دي حاجه تانية خالص، او السوفت وير ديزاين ده مش حاجه تانية خالص، بس يعني خلينا نقول كاتيجوري تاني بتوبكس تانية بكورسز تانية. فمش تشوف كلمة ديزاين يبقى هي دي ديزاين باترن، ولكن لما تيجي مثلا تشوف كلمة زي فين هنا اركتكتشر باترن، لا هنا بيتكلم صريحا جدا عن الديزاين باترن، يكون هو بيقول لك experience in C++ with a strong knowledge of architecture patterns and object oriented design. لا هو الراجل ده فعلا عايز الديزاين باترن. من هنا شفنا ان الديزاين باترن دي حاجه امبورتنت وان هي بتفرق معاك كتير جدا، ايفن اف لو في مكتوبه في السي في بتاعك، او ايفن اف لو انت مثلا رايح تعمل انترفيو والشخص سالك سؤال او بروبلم او كومن بروبلم كومن ايشو معروفه وانت بدات تحلها بالديزاين باترن، انت كده بتفرض على ضغطك في الانترفيو. انت بتقول له بص انا فاهم ان احنا عندنا 23 مشكله مشهورين قوي وليهم طرق حل معروفه ودوكيومنتد قبل كده 100 مره والتستد قبل كده 100 مره، فانا ماشي على الاستندرلايزيشن بتاع الجلوبال نتورك. فانت بتحط نفسك في بوزيشن كبير جدا قدامه يعني. مبدئيا بس انا شغال من الدوكيومنتيشن دي بتاعت الجانج اوف فور باترن، هتلاقوني جايب منها كل المعلومات بتاعتي ابقى ملخصها هنا في النوت بوك بتاعتي. فيعني ده الريفرنس اللي انا جايب منه الانفو بتاعتي. اوكي طيب تعالى مبدئيا نعرف ايه هو الديزاين باترن. دول شويه اربع اشخاص اللي هم بيسموها بعد كده جانج اوف فور. الاربع اشخاص دول لقوا ان في 23 كومن بروبلم بتواجه الديفلوبر، يعني ريبيتدلي كل شويه بتتكرر، كل شويه كل ما الديفلوبر يروح يديفلوب حاجه معينه بيلاقي ان المشكله دي بتتكرر. فقال له خلاص احنا هنعمل زي فلو شارت كده، زي الجوريزمات، زي طريقه نمشي عليها بحيث لو حد مثلا قابل مشكله مثلا في الكريت بتاعت البروجكت كريت الاوبجكت يروح والله يحلها بالطريقه الفلانيه. فالديزاين باترن باختصار بسيط هي عباره عن ايه؟ هي ريزبل سوليوشن لكومنلي بروبلمز قابلت لنا. طيب حابب برضو انوه الى ان الحاجات دي كلها دوكيومنتد، فانت سهل جدا ان انت ترجع للحاجه دي، سهل ان انت تشوف اكزامبلز ليها. فالديزاين باترن برضو بيعرفك هنا هي بتبريزنت از ان ايديا، يعني بمعنى انت مش هتروح تعمل كوبي بيست للكود بتاعه، يعني مش هتروح تاخد اصلا هو الجانج اوف فور باترن. هنا لما نيجي مثلا للسنجلتون مثلا فور اكزامبل، ده نوع من انواع الديزاين باترن، هتلاقيه هو عامل لك كود ومسبسكرايبه فيه في الاخر هتلاقي فيه اكواد، فبيقول لك انت مش معناه ان انت تروح تاخد الكود كوبي بيست، لا انا جاست بريزنت ان ايديا لحل المشكله بتاعتك وطرق تمشي عليها بحيث ان انت تافويد الكومن ميستيكس اللي وقع فيها قبلك كتير. الادفانتج طبعا من ضمن الحاجات غير ان هي بتخليك تمشي على طريقه هندسيه لحل المشكله، لا كمان هي الحاجات دي كلها ديزاينت بشكل لطيف جدا فاي حد يقدر يقرا ويفهمها، بلس ان هي بنستخدمها كمان احنا في شغلنا ككوميونيكيشن ايدز. بمعنى لما اجي اقول لك مثلا والله المشكله دي هتتحل بالسنجلتون، المشكله دي هتتحل مثلا بالادابتر، المشكله دي هتتحل بالبروكسي، فانا بستخدم مصطلحات هندسيه بتوصف المشكله بحلها. فلا يعني احنا بنتكلم في 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 كارير جامد جدا اسمه ديزاين باترن، اصلا في ناس بتبقى رايحه تشتغل على الديزاين باترن بس. اوكي انا مش عايز بس الوقت ياخدني. اوكي 4 دقايق لطيف.
عندنا ال 3 تايبس قسموا الديزاين باترن الجانجو اوف 4 دول. هو اكشلي يعني هو في حاجه اسمها مودرن ديزاين باترن، بس دي مش انكلودد معانا في السكوب بتاعي، يعني ما عنديش اكسبيرينس قوي بيها. فانا هشرح اللي هو الكومن او الحاجات المشهوره. ال 3 تايبس، في نوع اسمه البيهيفير، في نوع اسمه الكريشنال، في نوع اسمه الاستراكشر. كويس، دول الثلاث انواع من الديزاين باترن. تحت كل نوع من الانواع دي الجوريزمات معينه، يعني مثلا في حاجه اسمها سنجلتون تحت الكريشنال، فاكتوري، ابستراكت، بيلدر، بروتوتايب، كل الحاجات دي تحت الكريشن. وانا اعرف ايه الكريشنال دلوقتي. طيب تحت الديزاين باترن برضو في حاجه اسمها الاستراكشر، واللي تحت الاستراكشر دي في مجموعه من الالجوريزمات زي الادابتر، زي الكومبوزيت، زي البروكسي، زي الفلاي ويت، فاكيد، بريدج انديكيتور، حاجه زي كده. الديكوريتور، البيهيفيرال تايب ديزاين باترن، تحتيه برضو شويه الجوريزمات. احنا هنحاول بقدر الامكان طبعا مش هنقدر نغطي كل دول، ولكن هنمشي على المعظم الحاجات اللي انا شفتها في الكارير بتاعي. يعني اشتغلت في ثلاث شركات امبيدد سيستم، في كل شركه كانوا مثلا بيستخدموا بعض انواع من الديزاين باترن. فخليني ديورنج السكوب بتاعنا هحاول اشرح الحاجات اللي انا واجهتها. اوكي طيب تعالى نمسك واحده واحده. يعني ايه كريشنال باترن؟ بيقول لك والله انا دي الكونسبت ده او الحلول اللي موجوده، خمس حلول دول هم 23 23 سوليوشن عامه. الخمس سوليوشن دول عباره عن ايه؟ هم بيستخدموا في ان انت ازاي تكريت اوبجكت اصلا من الكلاس بتاعك او من الاستراكت بتاعك. يعني مش يلا عملت استراكت مثلا من نوع ليد يلا هوب كريت اوبجكت منه، لا، في اسس. لو انت عايز تكريت الاوبجكت ده ممكن تتبع حاجه من الحاجات دي، يا سنجلتون، يا فاكتوري، يا ابستراكت فاكتوري، يا بيلدر، يا بروتوتايب، بحيث ان هي بتحل مشاكل معينه. وهنا بيوضح لك بيقول لك ايه، الانستنس اوف سيفرال ديفرنت كلاسز ار افيلبل. لما بيكون في انستنس من سيفرال ديفرنت كلاسز بالذات مع استخدام البروميرفيزم تبدا تقابل مشاكل كتير. طيب من ضمنها بقى الحلول اللي هتلاقيها في الكريشنال باترن. يعني مثلا انت مش فاهم اي حاجه مني دلوقتي، عايز ابسط لك المعلومه جدا جدا جدا. هاجي اقول لك ايه، السنجلتون مثلا ده بيقول لك ان انت تكريت انستنس واحد بس من الكلاس او من الاستراكت بتاعك. طب وده يفيدني في ايه؟ هنفترض ان انا مثلا بعمل مشروع، ده هيبقى من ضمن اول بروجكت براكتيكال هنعمله اللي هو الباركينج. لو انا بعمل باركينج وعندي مثلا كاونتر هو اللي مسؤول على عدد العربيات، هنفترض ان احنا شويه ديفلوبرز مع بعضينا وكل واحد كريت اوبجكت من الكاونتر ده، كل واحد بيعمل بلس بلس بمزاجه. بالشكل ده كده احنا مش قادرين نهندل في كام عربيه جوه، ما الراجل ده عمل بلس بلس والراجل ده عمل بلس بلس وكانش لسه ساعتها العربيه دخلت، فلا هو لازم يبقى في كاونتر واحد بس اللي تعمل له بلس بلس. فده مثلا السنجلتون. اوكي الاستراكشر باترن، العلاقه ما بين الاوبجكتس وما بين بعضها. يعني في باشمهندس محمد رضا كان عامل بلاي ليست حلو برضه للديزاين باترن، كان بيدي اكزامبل على البيتزا. يعني بيقول لك ايه مثلا، انت عندك والله البيتزا دي جواها مجموعه اوبجكتس، والله مش عارف جبنه، عجينه، مش عارف ايه بتاع. فده نفس الكونسبت بتاع الاستراكشر باترن، الاستراكشر ما بين الاوبجكتس وما بين بعضها. انا في كده كده اكزامبل تحت خالص هيوضح الفرق ما بين الثلاثه. كويس. البيهيفير باترن، لا مش العلاقه بس ما بين الاوبجكت وما بين بعضها، لا الانتر اكشن. يعني لما بيحصل اكشن عند الاوبجكت الفلاني او الكلاس الفلاني، الكلاس التاني ده بيحصل له تريجر. فالبيهيفير باترن ما بين الاوبجكت وما بين بعضها او ما بين الكلاس وما بين بعضها. طيب عايزين نلم الكلام ده كله في اكزامبل يفهمنا. لو انا عندي بروجكت ترافيك مثلا اشارات مرور، فان انت تكريت انستنس من الليد ده كريشنال باترن. انت بتفكر والله انت الليد ده اللي هتكريته عايزه يتبع تحت السياق الفاكتوري، تحت السياق السنجلتون. طيب عايز برضو بوتون اوبجكت، فده تحت سياق الكريشنال باترن. تروح تبص انت عايز اي حاجه من الخمسه دول. طيب عايز تكريت لايت ترافيك، يعني كلاس اسمه لايت ترافيك بيحتوي عنده جواه اسوسيشن، يعني عباره عن 3 انستنس اوف ليد مثلا. فوالله ده يبقى كده احنا بنتكلم ده ستراكشر باترن، لان في كلاس العلاقه ما بينه وما بين الاوبجكت التاني ان هو كومبوزيت منه او هو بيحتويه على حاجات منه، فده بيبقى ستراكشر. يعني ده كده انت علاقه الاوبجكت ده بالاوبجكت ده. طيب عايز لما البوتون يتسع عليه الترافيك يشتغل، فده احنا هنا بنتكلم على البيهيفير باترن او السلوكي، ايه السلوك بتاع الالجوريزم اللي شغال. وزي ما قلنا ان هو بيحل 23 مشكله. هنبتدي ان شاء الله من المره الجايه، يعني في حوالي نص ساعه ممكن اوريكم. بس انتوا لو دخلت هنا هتلاقيني بجيب كل الحاجات كوبي بيست. يعني دخلنا مثلا في 3 ديفرنت تايبس هتلاقيني هنا ايه شارح الحاجات اللي انا واخدها كوبي بيست.
المره الجايه باذن الله هنبتدي في السنجلتون، وهنبتدي اول شغل براكتيكال على البورد، بحيث ان الدنيا تبتدي تتضح واحده واحده.